فرسان الإسلام، قناة الرائعة، تقدم لكم سير العظماء والأبطال والفرسان في التاريخ الإسلامي. رجاء الاشتراك في القناة تشجيعاً لنا لنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ الفيديو، رجاء منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، تعمل لنا وحتى يصل الفيديو لأكبر عدد ممكن. نتقدم لكم بخالص الشكر والتقدير لدعمكم الدائم لنا. هل يصوم الجن؟ هل يؤدون العبادات من صلاة وصيام وحج كما يؤدي الإنسان العبادات التي فرضها الله على الإنسان؟ هذه الأسئلة كلها تشغل بال كل منا، وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نجيب لكم عن كل هذه الأسئلة. الذي دل عليه القرآن والسنة أن الجن مكلفون بالإيمان وبالشرائع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم كما بعث للإنس، وأن الجن فيهم المؤمن والكافر، الصالح والطالح، وأن مصير المؤمنين منهم الجنة، وأن مثوى الكافرين النار. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى في سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صدق الله العظيم. والدليل على أن فيهم المسلم والكافر والصالح والطالح هو قول الله عز وجل: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا. وقوله تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق الله العظيم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذه السورة والأحقاف وقل أوحي دليل على أن الجن مخاطبون، مكلفون، مأمورون، منهيون، مثابون، معاقبون كالإنس، سواء مؤمنهم كمؤمنهم وكافرهم ككافرهم، لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. هذا قول القرطبي. لكن من أهل العلم من قال: ليس للجن ثواب في الآخرة إلا أنهم يجارون من عذاب النار ثم يقال لهم: كونوا ترابا مثل البهائم. وقد عزى القرطبي هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله. ثم قال القرطبي: وقال آخرون إنهم كما يعاقبون في الإساءة يجازون في الإحسان مثل الإنس. وإليه ذهب مالك والشافعي وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون. قال القشيري: والصحيح أن هذا مما لم يقطع فيه بشيء، والعلم عند الله. وقد استنبط القرطبي رحمه الله في مواضع من تفسيره أنهم يدخلون الجنة كالإنس، ومن ذلك قوله تعالى عن الحور العين في الجنة: فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وقوله تعالى: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وذكر الحافظ في الفتح ما رواه ابن أبي حاتم من طريق أبي يوسف قال: قال ابن أبي ليلى في هذا: لهم ثواب. قال: فوجدنا مصداق ذلك في كتاب الله تعالى: ولكل درجات مما عملوا. صدق الله العظيم. وقد ساق الإمام ابن القيم الحجج المذكورة كلها، وزاد عليها في مبحث قيم ضمن كتابه طريق الهجرتين عند الحديث عن الطبقة 18 من طبقات المكلفين، طبقة الجن. وعلى كل ما سبق
نقول أن الجن مكلفون بكل العبادات من حج وصوم وصلاة وغيره، ولكن يقول بعض أهل العلم إن الجن ربما خالفوا الإنس في بعض التكاليف لاختلاف طبيعتهم عن طبيعة الإنس، إذن هم مكلفون بالعبادات كما كلف الإنسان، ولكن الطريقة التي يؤدون بها عباداتهم لا يعلمها إلا الله عز وجل، ومنها الصوم هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وجزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.